ولمرافقة المواطنين خلال الحجر، بادر شباب بولاية الصيف إلى اعتماد مواقع التواصل كوسيلة لتحسيس مقدمين بذلك أنموذجا عن الاستغلال الإيجابي للتكنولوجيا الحديثة. الموضوع لسعيد بلونيس بصوت محمد زمولي. كلنا معا للحد من انتشار وباء كورونا، كلنا هم شباب من صيف، ومعا عبر شاشاتهم ومن خلال شبكات التواصل الاجتماعي لتقديم ومرافقة المجتمع بكل أطيافه توعية ووقاية حتى باستخدام الأثير، ليكون الصوت الأقرب لكل القلوب والبيوت. حاولنا نقدموا الشيء اللي علينا، حاولوا نبحثوا على مصدر المعلومة، تقديم الأخبار الصحيحة، تقديم الدعم اللازم، البحث عن مناطق الظل، يعني البحث عن المحتاجين، إيصال المساعدة لأي محتاج يمكن ولا ما يوصلش صوته للجميع. حاولنا أيضا تنشيط النخبة والأطفال ومختلف شرائح المجتمع. هؤلاء الفتية آثروا الاستثمار في الطفل باستحداث فضاءات ثقافية توعوية لاكتساب المناعة والمواطنة. قمنا بمسابقة لتنشيط الأطفال واكتشاف أيضا المواهب، لأنه نعرفوا بأن الأطفال والتلاميذ راهم في منازلهم وما عندهم شيء آخر يديروه. هذه المسابقة لقاها أخويا هشام في الإنترنت وقال لي عليها وعجبتني الفكرة وحبيت نشارك. ترشيد المستهلك هو وجه آخر للحد من انتشار التغيرات الطارئة على أنماطنا الاستهلاكية من خلال العمل الجمعوي في هذا المجال. ما يخفكمش باللي خلال هذا الوباء هذا يعني كثر الطلب على المواد الاستهلاكية، وكان هناك طلب كبير يعني، وين يعني شفنا كذلك نوع من التبذير. ما يخفكمش باللي الدور تاع الجمعيات وخاصة جمعية حماية المستهلكين على المستوى الوطني أو المستوى الدولي عندها دور تحسيسي يقيس الناس. إذن رانا نغتنموا هذه الفرصة هذه باش نقدموا معلومات إلى الإخوة المواطنين. هي جداول للخير التي تصب في النهر والذي يصب بدوره في البحر، حيث تأخذنا الإرادة والإيمان لبر الأمان.